ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الشرق أوسطية أرحب بضيفتي في الاستديو الصحفية أمل معمي. صباح الخير أمل. صباح الخير إسماعيلك ولجميع المشاهدين. أمل نبدأ من قطاع غزة، نتنياهو مصر على القيام بعملية عسكرية برية في رفح، يعني ما تداعيات هذه العملية في حال تمت على القطاع؟ صحيح إسماعيل، يعني رغم التحذيرات الدولية والأمريكية والعربية يبدو أن نتنياهو ماض في هذه العملية العسكرية، وحتى أنه تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الحرب الإسرائيلي، ولكن ما يزال العمل على الطريقة والآليات. يعني العملية العسكرية نتنياهو ماض فيها وأهداف، هو تحدث عن هذا قبل فترة أنه سيوسع من عملياته العسكرية. الهدف منها يبدو أنه التهجير، يعني هناك حديث في جميع الأوساط السياسية وسائل الإعلام أن هناك خطة نتنياهو ينوي القيام بها، وهي تهجير الفلسطينيين إلى صحراء سيناء. أنت تعلم اليوم أن هناك أكثر من 1,400,000 فلسطيني موجود في منطقة رفح، منطقة صغيرة جدا، يعني تبلغ مساحتها ما بين 55 و60 كيلومتر مربع. بحسب تقرير للبي بي سي أن كل 27 فلسطيني الآن موجود في متر مربع واحد في منطقة رفح. هذا العدد الكبير من الأشخاص إذا ما تمت عملية عسكرية ستكون كارثية، عدد القتلى سيكون كبيرا جدا. لذلك نتنياهو يتحدث عن وجود ممرات آمنة ربما، أو نقل هؤلاء إلى خان يونس أو إلى شمال رفح، ولكن هذا الأمر سيكون صعب جدا نسبة إلى العدد الكبير للفلسطينيين. وأيضا الممرات، حتى سابقا شاهدنا نحن الممرات التي تحدث عنها نتنياهو تم استهدافها وقصفها. السيناريو المحتمل الآن إسماعيل أنه يقوم نتنياهو بدفع السكان في رفح والضغط بالقيام بعملية عسكرية، ويتجهون نحو صحراء سيناء. في ذلك الوقت فربما يعني السكان عمل غريزي للنجاة بحياتهم سوف يتجهون إلى الحاجز الشائك الذي يفصل إسرائيل عن مصر، وتحدث هناك إحداث ثغرات. وهناك أيضا من يتحدث أنه حتى القوات الإسرائيلية من الممكن أن تقوم بإحداث ثغرات في الحاجز، وبالتالي لإدخال قسم من الفلسطينيين إلى صحراء سيناء. هذا مخطط وارد جدا وسيناريو وارد جدا، لكن مصر هي طبعا رافضة لهذا الشيء. سأتحدث عن مصر بعد أن أتحدث أنه بعد تحرير الرهينتين الإسرائيليتين بالعمل العسكري الذي قامت به إسرائيل، يبدو أن نتنياهو يشعر بنشوة النجاح وعزز موقفه داخل إسرائيل أيضا، أنه تحرير الرهائن سيكون عبر العملية العسكرية، وهو أيضا ينوي القيام أو عفوا القضاء على، هناك يتحدث عن 4 كتائب لحماس موجودين في رفح، من 4 إلى 6 كتائب هو ينوي القضاء عليها نهائيا. إذن أهداف نتنياهو القضاء على حماس نهائيا في رفح، استرجاع الرهائن، وأيضا هناك مخطط لتهجير الفلسطينيين إلى صحراء سيناء. طيب لو أمل، يعني لو تناقشنا بموضوع الوساطة الأمريكية أو الدبلوماسية الأمريكية، 5 جولات لبلينكين إلى المنطقة، صحيح. يعني لماذا موقف الأمريكي يتوقف عند معارضة العملية ولكن لا يجبر إسرائيل على، صحيح، يعني عدم القيام بهذه العملية؟ صحيح إسماعيل، يعني الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية هذه الحرب وحتى الآن هي تدعم إسرائيل من خلال السلاح ومن خلال المال، يعني كل ما تصرح به الإدارة الأمريكية هي تأتي في إطار الشعارات فقط. هي مع إسرائيل في القضاء على حركة حماس، لأنها إذا أرادت وقف هذه الحرب استطاعت، يعني التاريخ شاهد على ذلك، إذا أرادت الولايات المتحدة وقف إسرائيل فهي تستطيع. يعني هناك أوراق كثيرة يمكنها الضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة مع هذا العمل وكل ما يدور من يعني من تصريحات تبقى هي تصريحات. هناك اجتماع اليوم إسماعيل في مصر، طبعا هو اجتماع مصري قطري،
أيضا سيكون هناك ويليام بيرنت رئيس الاستخبارات CIA سيكون موجودا، ولكن هذا الاجتماع سيكون بخصوص الهدنة، بخصوص تبادل الأسرى، أو طبعا هناك الحديث عن هدنة لمدة 45 يوم. ولذلك نتنياهو يعجل في هذه العملية العسكرية و يصرح بها ويروج لها ليحسن موقفه في التفاوض في مصر، ليضغط على حماس، بالتالي حماس تقدم تنازلات ما بخصوص الرهائن في مصر. إذن هذه العملية العسكرية تأتي للضغط على التفاوض الذي سيجري اليوم في مصر. لكن أعتقد بما أن ويليام بيرنت سيكون حاضرا ستكون هناك هدنة ما، ولكن ستكون أيضا هناك تنازلات من قبل حماس، لأن العملية العسكرية نتنياهو ماض فيها. إذا ما حدثت أي هدنة خلال هذه المفاوضات الجارية في مصر، لن تلغي هذه العملية العسكرية، ولكنها ربما تؤجل هذه العملية، لأن نتنياهو ماض فيها صراحة. ربما تؤجل هذه العملية لفترة ما، إلى مثلا أنه إفساح المجال أمام الفلسطينيين لإخراجهم من هذه المنطقة لتقوم العملية العسكرية، لأنه من غير الوارد أن يقوم نتنياهو بهذه العملية وهذا القصف، والمنطقة موجود فيها أكثر من مليون ونصف فلسطيني. أتحدث عن دور الولايات المتحدة الأمريكية، وقلت أنها ما زالت يعني أن الولايات المتحدة لو أرادت لسحبت الغطاء السياسي عن نتنياهو، يعني في الأمم المتحدة، مجلس التعاون، يعني لسحبت الغطاء السياسي وسمحت بتمرير مشروع حل الدولتين مثلا، أو وقف إطلاق النار، ولكنها لا تفعل. إذن التصريحات الأمريكية تبقى تصريحات، ولكن الأمر الآن يعول على المفاوضات في مصر. طيب، يعني الموقف العربي. الموقف العربي طبعا هو رافض تماما لمسألة التهجير، خاصة مصر. أتحدث عن مصر لأنها الآن هي على احتكاك مباشر مع إسرائيل، هي في موقف حرج جدا، موقف صعب جدا. ولكن حتى هذا الموقف، ولو كان أنه سامح شكري قالها يوم أمس أننا ملتزمون بمعاهدة السلام، حافظنا عليها لمدة 40 عام وسنحافظ عليها، يعني لو كانت مصر، هناك وسائل أعلام قالت أنها مصر هددت بتعليق معاهدة السلام، ولكن سامح شكري قال أننا سنحافظون أو سنحافظ عليها. أعتقد أن مصر لديها أوراق ضغط، هناك اتفاقيات اقتصادية مع إسرائيل تستطيع الضغط بها على إسرائيل، تعليق معاهدة أو تجميد معاهدة السلام أيضا من الممكن أن تضغط بها على إسرائيل، ولكنها إلى الآن فقط قامت بتعزيزات عسكرية ربما في محور فلاديفيا، أرسلت بعض الدبابات. طبعا الجانب العربي متخوف جدا من مسألة التهجير، لأنه إذا ما تم تهجير الفلسطينيين فهي تصفية القضية الفلسطينية. أنت تعلم أن يعني بدون شعب وبدون أرض لن تكون هناك دولة فلسطينية. متخوفون جدا، هناك محادثات، هناك مفاوضات جارية كما تحدثنا في مصر، ولكن حتى الآن أيضا ربما يعني المواقف على الأرض أو بشكل جدي حتى الآن هي ربما خجولة نوعا ما، أو لا تأتي أكلها أيضا. طيب، هل يمكن أن يحدث يعني تصعيد بين إسرائيل ومصر في حال أقدمت إسرائيل على القيام بعملية عسكرية في رفح؟ شوف اسماعيل، يعني جميع السيناريوهات واردة طبعا، ولكن كعمل عسكري أنا شخصيا أستبعد هذا الأمر، لأنه سيكون له نتائج يعني عكسية على البلدين، بينهم اتفاقيات اقتصادية، اتفاقيات السلام. ربما في هذا الاجتماع أيضا الذي سيكون اليوم يعني يتوصلون إلى نوع من الهدنة. التهجير وارد جدا إلى سيناء، ولكن العملية أن يكون هناك عمل عسكري أو مناوشات عسكرية أستبعدها، لن يتوصل الأمور إلى هذا الأمر. وإن دخل الفلسطينيون إلى سيناء، فمصر أعتقد هي دولة عربية أيضا، لن يعني ستكون أمام أمر الواقع، يعني ماذا ستفعل بهؤلاء المدنيين؟ أكيد أنها سوف تؤمن لهم المكان
إلى أن يتم تداول هذا الأمر وربما إعادتهم مرة أخرى، ولكن كل شيء وارد، السيناريوهات كلها واردة، ونحن بانتظار ما سينتج عنه هذه المفاوضات اليوم في مصر. الصحفية أمل معمي، جزيل الشكر على كل هذه الآراء والتحليلات. شكرا إسماعيل.